بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الثالث، فيديو رقم 42، الذي سنتطرق فيه إلى الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع مستمر للشحنة مع بعض التطبيقات. عندما نتحدث عن التوزيع المنتظم للشحنات، فإنه يمكن أن يكون على مستقيم مثل سلك مستقيم رفيع، أو على شحنة موزعة على سطح صفيحة رقيقة، سطح كروي أو سطح أسطواني، أو داخل حجم مثل الكرة أو الأسطوانة المصمتتين. مبدأ التراكب يبقى سائر المفعول، من أجل ذلك نجزئ التوزيع إلى عدد لا متناهي للعناصر المشحونة، سواء كانت أحجام أو سطوح أو قطع مستقيمة، ونحسب الحقل DE الذي ينتجه كل عنصر. بما أننا نأخذ عناصر متناهية الصغر، فإننا نحول المجموع الذي كنا نطبقه لما كانت الشحنة متفرقة. إذا نستبدل هذا المجموع إلى تفاضل، تفاضل ثلاثي بالنسبة لحجم. إذا كان لدينا سطح، فإن يمكن أن نقوم بتفاضل مزدوج أو ثنائي، أو في الحالة البسيطة إذا كان لدينا شحنة موزعة على مستقيم نستعمل التكامل البسيط. لاحظ جيدا الطابع الشعاعي لهذه التفاضلات، مهم جدا. التطبيق الأول، الحقل الكهروساكن ناتج عن سلك لا متناهي الطول ويحمل شحنة خطية لمضة موجبة ثابتة، هذا هو السلك. نقترح حساب الحقل الكهربائي E الساكن الناتج في النقطة P، هذه هي النقطة P، عن مجموع الشحنة التي يحملها كل السلك اللامتناهي الطول. Vous avez l'énoncé en langue française, donc pour ceux qui veulent suivre les explications en français, ils n'ont qu'à se reporter aux vidéos qui portent le même numéro que ce vidéo que vous avez ici, mais en langue française. الحل، العنصر الصغير الواجب أخذه هو قطعة مستقيمة طولها dx تحمل الشحنة العنصرية dq تساوي لامدا dx. أذكر هنا أن الشحنة الخطية هي الشحنة التي تحملها واحدة الطول. إذن للحصول على الشحنة نضرب هذا الثابت في الطول. إذن الحقل العنصري dE المتولد عن هذه الشحنة يقع على امتداد هذه القطعة المستقيمة التي طولها R. إذن ها هو dE، إذن هذا الحقل الكهربائي العنصري ينتج عن هذه الشحنة العنصرية. نعرف أن في العلاقة العامة للحقل الكهربائي، سواء كان حقل كهربائي كبير أو عنصري، فإن dE في هذه الحالة تساوي 1 على 4 إبسيلون صفر، هذا ثابت. dQ على R مربع، المسافة التي تفصل الشحنة عن النقطة المتواجد فيها الحقل الكهربائي. إذا نعوض dQ بلامدا dx، تبقى لنا R مربع، علما أن dE بالإسقاط يعطيني dx زائد dy. مع العلم إذا Ex يساوي تكامل dx، و EY يساوي تكامل DY. لاحظ من الشكل هذا أن DX أي هذا يساوي DE سينوس تيتا. لماذا؟ لأن هذه الزاوية نجدها هنا، معناه أن سينوس تيتا هو المقابل أي طويلة DX هنا على الوتر اللي هي طويلة DE. كذلك بالنسبة لDY فإنه يساوي دي أو كوسينيس تيتا، لأن كوسينيس هذه الزاوية
يساوي المجاور طويل الدي واي على الوتر، وبالتالي فإن الدي واي يساوي دي او كوسينوس تيتا. او اكس إذن نكامل نخرج الثابت، يبقى لنا داخل رمز التكامل دي اكس على ار مربع سينوس تيتا. نلاحظ ان هذا التكامل هو بالنسبة لثلاث متغيرات اكس ار وتيتا، ايغريك كذلك اكس ايغريك اكس ار وتيتا. ار تيتا و اكس متغيرات، ار اي هذه المسافة ثابتة لاننا ثبتنا النقطة بي، نريد ان نحسب الحقل الكهربائي الناتج في هذه النقطة بالضبط وليس على كل النقاط. اذا مستحيل ان اكامل هذه العبارة وفيها ثلاث متغيرات، يجب ان يبقى متغير واحد. من اجل ذلك نلاحظ من هذا الشكل ان اكس يساوي ار ظل تيتا، لان ظل تيتا يساوي المقابل اللي هو اكس على المجاور، وبالتالي فان اكس يساوي ار ظل تيتا. اقوم باشتقاق اكس لاحصل على الدي اكس، لاحصل على الدي اكس، اذا مشتق اكس هو الدي اكس او تفاضل، ار ثابت، مشتق ظل تيتا هو واحد على جيب تمام مربع لتيتا في دي تيتا، مادام نقوم باشتقاق بالنسبه لتيتا. اذا ها انا وجدت الدي اكس، يمكنني ان اعوضه هنا، ولكن يبقى لي ار. ار اكثر سهوله لان ار الصغيره هذه تساوي ار على كوسينوس تيتا. لماذا؟ لان جيب تمام تيتا يساوي المجاور اللي هو ار على الوتر، ومنه فان ار تساوي ار كبيره على جيب تمام تيتا. نعوض ار والدي اكس هنا وهنا، فنحصل بالنسبة لـ Ox على هذا الثابت لامدا على 4 بي إبسيلون صفر دي إكس على R مربع سينوس تيتا. إذن بعد التعويض ها هي في النهاية، ها هو Ox واحد على R لامدا على 4 بي إبسيلون صفر تكامل سينوس تيتا. يبقى لي هنا سينوس تيتا لأن R تختزل مع R مربع، ولهذا ظهرت هنا R في الأسفل، وكوسينوس مربع يختزل مع كوسينوس مربع، إذن يبقى لي فقط سينوس تيتا دي تيتا. هنا لابد أن أكامل ما بين ناقص بي على 2 وزائد بي على 2. لماذا؟ لأن عندما أخذ دي كي في زائد ما لا نهاية فإن الزاوية تيتا تصبح تساوي بي على 2. عندما تكون الشحنة هذه في ناقص ما لا نهاية فإن الزاوية المناسبة هي ناقص بي على 2، ولهذا التكامل هو ما بين ناقص بي على 2 وزائد بي على 2. إذن كل هذا ثابت، تكامل سينوس تيتا هو ناقص كوسينوس تيتا، إكس تساوي صفر. لماذا؟ لأن عندي هنا ناقص كوسينوس بي على 2 يساوي صفر، ناقص ناقص كوسينوس ناقص بي على 2، كوسينوس ناقص بي على 2 هو كذلك صفر، إذا المجموع هنا يعطيني صفر، أو إكس تساوي صفر. هذه النتيجة كانت مرتقبة بسبب تناظر المسألة. ما معنى هذا الكلام الذي يتكرر كثيرا؟ لو نأخذ نفس الشحنة العنصرية ولكن من الجهة الأخرى، تابعوا جيدا. إذا ستكون المسافة R نفسها هذه، نفس الزاوية تيتا، ولكن هذه المسافة ثابتة. إذن دي او سيصبح هنا، تابعوا المؤشر، دي او يصبح هنا، الناتج عن دي كي الواقعة من الجهة الأخرى ولكن مساوية لها على نفس البعد. إذن لما أقوم بالإسقاط دي او اكس هذا يقابله دي فتحة او اكس، هذا ينعدم مع هذا، وكذلك بالنسبة لكل الشحنات العنصرية على طول السلك، كل شحنة على اليمين لها نظيرتها على اليسار، وبالتالي فإن كل دي اكس
تنعدم، ولكن دو إيغراك لا ينعدم، لأن دو إيغراك، وهنا عندي دي فتحة أو إيغراك تتجمع مع بعضها البعض. إذا لنحسب الآن أو إيغراك، إذا هو هذا الثابت دي إكس على آر مربع كوسينس ثيتا، بعد أن نعوض دي إكس و آر نحصل على هذا. ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا كوسينس ثيتا دي ثيتا، نخرج واحد على آر. ما هو تفاضل كوسينس ثيتا بالنسبة لثيتا؟ هو سينس ثيتا من ناقص بي على 2 إلى زائد بي على 2. النتيجة ثابت هذا في سينس بي على 2 هو زائد 1 ناقص سينوس ناقص بي على 2. سينوس ناقص بي على 2 هو ناقص 1. لاحظوا أن الناقص مع الناقص تعطيني زائد، ولهذا سأحصل هنا على 2. أختزل 2 مع الأربعة تبقى لي هنا 2، والنتيجة هي أيغراك تساوي 1 على 2 بي إبسيلون 0 لامدا على آر. لاحظوا أن في الأخير نحصل على أن أو يساوي أو إيغراك فقط، إذن هو يحمله محور لزيغراك، ولا يتعلق إلا ببعد النقطة بي عن مبدأ المحورين. طويلته أو معياره أو شدته هي هذه. التطبيق الثاني، الحقل الكهروساكن الناتج عن قرص رقيق يحمل شحنة سطحية موجبة ثابتة. قرص مركزه O ونصف قطره R يحمل شحنة منتظمة كثافتها السطحية سيغما أكبر من الصفر. الكثافة السطحية سيغما معناه الشحنة التي تحملها واحدة السطح، واحدة المساحة. ليكن OX المحور الشاقولي على هذا القرص الذي في النقطة O، أحسب بدلالة X الحقل E في كل نقطة من المحور X، X فتحة. ندرس حالات ثلاث: X موجبة معناها فوق القرص، X سالبة تحت القرص، و X يساوي صفر ولكن على المحور. النص باللغة الفرنسية لمن يهمه الأمر، وإلى الحل. لتكون P نقطة من المحور OX حيث OP تساوي X. إذن من البداية أنبهكم إلى أن X هذه ثابتة لأن P ثابتة. لتكون P نقطة من المحور OX حيث X تساوي OP. إذن ما هو الحقل الكهربائي الناتج عن هذه الشحنة في هذه النقطة؟ العنصر الصغير الواجب أخذه بعين الاعتبار هو إكليل، أي حلقة عرضه dr وسطحه ds. إذن هذه الحلقة لها سطح ds يحمل الشحنة العنصرية dq. dq تساوي سيغما ds ما دام هنا عندنا التوزيع سطحي. مساحة هذا الإكليل هو سمكه هنا في المحيط. المحيط هو 2 بي ار والسمك هو دي ار، إذن هذا هو الدي اس في سيغما. الحقل العنصري دي الناتج عن الشحنة هذه الدي كيو العنصرية هو هذا الدي او، مثل ما فعلنا في التطبيقين السابقين بالضبط. دي او إذن يساوي 1 على 4 بي إبسيلون دي كيو على بي مربع، إذن يساوي هذا الثابت في سيغما في 2 بي آر دي آر على بي مربع. بي هو هذا، هي المسافة بين نقطة من الإكليل ونقطة بي، والتيطة هذه هي. كذلك هنا دي او نستطيع أن نحلله إلى مركبتين دي او زد والدي او إكس. لاحظوا أن هذا المحور سميته زد أو زد، لا حرج في ذلك. أو إكس كالعادة
تساوي تكامل دي او اكس، دي او اكس يساوي دي او كوسينوس تيتا، الزاوية تيتا هنا وهي هنا، إذا دي او اكس يساوي دي او كوسينوس تيتا. كذلك او زد يساوي تكامل دي او زد ويساوي تكامل دي او زد هو دي او سينوس تيتا، كذلك من هذا الشكل الهندسي. بسبب تناظر لدينا هنا او زد يساوي الصفر، معناه أن في النهاية الحقل الكهربائي الناتج في هذه النقطة P عن كل الشحنة التي يحمل هذا القرص هو يساوي EX فقط. ويمكنكم أن تبرهنوا على هذا كما برهنا في مثال سابق. إذن EX يساوي سيغما 2P على 4P إبسيلون صفر تكامل R DR على B مربع كوسينوس تيتا. المشكلة هنا في التكامل أن لدينا ثلاث متغيرات، R تتغير كل إكليل له نصف قطره، B لما نأخذ إكليل آخر فإن هذه المسافة تزيد أو تنقص، وتيتا كذلك تتبع B و R كما فعلنا في التطبيق السابق. إذن علينا أن نبحث عن تكامل بدلالة متغير واحد. من أجل ذلك نلاحظ هنا أن ب مربع قانون بيتاغور يساوي x مربع زائد r مربع. أذكركم دائما أن x هنا ثابت، ليس بسبب أنها تحمل اسم x أنها متغير أبدا. كوسينوس تيتا جيب تمام تيتا يساوي المجاور على الوتر، هو إذن كوسينوس تيتا يساوي x على b، ب هي جذر التربيع ل x مربع زائد r مربع. نقلت النتيجة إلى هنا، لاحظوا المتغيرات الثلاث، نعوض ب ب x مربع زائد r مربع وكوسينوس تيتا ب x على x مربع زائد r مربع، نحصل على E يساوي سيغما على 2 إبسيلون صفر بعد أن اختزلنا 2 بي، وتبقى لنا x في R DR على X مربع زائد R مربع أس 3 على 2، وما عليكم إلا أن تتحققوا. إذا المتغير الوحيد هنا هو R، R متغيرة ولكن X ثابتة، أكررها للمرة الثالثة أو الرابعة. إذا E يساوي أخرج الثوابت بما فيها X تكامل من صفر حتى الـ R لأن نصف القطر هو R، تكامل R DR على X مربع زائد R مربع أس 3 على 2، سيغما x على 2 ابسيلون نتيجة تكامل r dr على x مربع زائد r مربع أس 3 على 2 هي هذه. الآن إذا قمت باشتقاق هذه لكي تتأكدوا ستجدون هذه الدالة هنا من صفر إلى r، إذن أعوض x عفوا r ب r كبيرة ثم r بصفر، يصبح لدي لما نعوض R بR كبيرة ناقص واحد على X مربع زائد R كبيرة مربع الكل أس نصف. عيانا من أين جاء هذا الX؟ هذا الX أدخلته فقط، ناقص ناقص مع الناقص، إذن صبح عندي زائد واحد على X مربع زائد صفر أس نصف، أس نصف معناها جذر التربيع لـ X مربع، جذر التربيع لـ X مربع هو زائد أو ناقص واحد، ولهذا أخذت هنا القيمة قيمة مطلقة. إذن عوض أن أضع هذه القيمة في الأول وهذه القيمة في المرتبة الثانية، مادام هنا ناقص فضلت أن أضع القيمة السالبة في المرتبة الثانية. مناقشة، إذا كان X أكبر من الصفر هنا سأخذ زائد x، إذن x على زائد x تساوي واحد ناقص x على جذر x مربع زائد r اثنين r مربع في e. e موجهة وفق e، شعاع الواحدة وفق محور x يبتعد عن الشحنة الموجبة، إذن كلما معناه أنه مغادر موجه إلى الأعلى. لما x تكون سالبة معناها في أسفل القرص، ماذا سأفعل؟ سأعوض هنا X
بناقص x، مادام x سالبة. إذن x على ناقص x يعطيني ناقص واحد، ها هو الناقص، ناقص واحد ناقص x على جذر التربيع ل x مربع زائد r مربع، هذا الناقص كذلك أخرجه هنا. إذن عندي ناقص واحد ناقص x على جذر التربيع x مربع زائد r مربع الكل في e. في هذه الحالة e موجه وفق دائما e، ولكن في الاتجاه المعاكس أي إلى الأسفل، ويبتعد عن الشحن الموجبة. إذن هنا كذلك هو مغادر لأن الشحنة موجبة، ولكن في الحالة الثالثة من أجل x يساوي الصفر. لا يعقل أن أخذ هنا x تساوي الصفر، لأن الصفر على صفر هي قيمة غير محددة، ولهذا نلجأ إلى النهايات. إذن العملية رياضية، من أجل x تساوي صفر يجب البحث عن نهاية المعادلة واحد. هذه لابد أن لكم فكرة على كيفية حساب نهايات الدوال حين x يؤول إلى الصفر، أو بكل سهولة تعويض x في المعادلة 2 أو 3 بصفر. في هذه الحالة e سواء هنا أو هنا سيعطيني x تساوي صفر، معناه e يساوي لا سيما إذا عوضت في 2 يعطيني سيجما على 2 إبسيلون e، وهذه تتوافق مع البحث عن النهاية. أما إذا عوضت في 3 سأجد E تساوي ناقص سيجما 2 على إبسيلون صفر. هذا وش معناه؟ معناه أن على سطح الأسطوانة، ولكن في الجزء العلوي، السطح العلوي أو السطح السفلي، ستكون يما زائد هنا يا إما ناقص. ملاحظة، لو كانت الشحنة السطحية سالبة لكان لدينا أو لحصلنا على E تساوي ناقص سيجما على 2 إبسيلون صفر، بين قوسين لا يتغير شيء هنا. إذن الفرق الوحيد هو في هذه العلامة ناقص هنا. تطبيق اختباري، أوجد علاقة الحقل الكهروساكن الناتج عن مستوى لا متناهي يحمل شحنة سطحية سيجما موجبة ثابتة. ها هو، إذن هذا المستوي لا متناهي نريد أن نبحث، وهو مشحون كهربائيا سطحيا، نريد أن نبحث عن الحقل الكهربائي في النقطة P. هذا نصف الحل، الرسم هو نصف الحل أعطيتكم إياه، وأعطيكم كذلك توجيه. في هذه الحالة السطح العنصري يتمثل في حلقة مركزها O، نصف قطرها R صغيرة، وسمكها DR، معناه بالضبط كما فعلنا في تطبيق قبل هذا. الجواب عليكم بالبحث عنه، وهو ستجدون في النهاية E في هذه النقطة يساوي سيجما على 2 إبسيلون صفر، ولا يتعلق لا بالبعد B ولا بالبعد تيتا ولا بآر، معناه مهما كانت النقطة على المحور هذا فإن الحقل الكهربائي ثابت. إذن تأكدوا من هذه النتيجة. التطبيق الثالث، حلقة مركزها O ونصف قطرها R تحمل كثافة طولية منتظمة للشحنات لامدا، ما عدا على قوس ذي زاوية في المركز 2 ألفا. عين الحقل الكهروساكن في المركز O. إذن نفس التحليل، هذا هو النص باللغة الفرنسية، وإلى الحل. لدينا الحقل العنصري الناتج في النقطة O عن طول عنصري الديال. إذن في البداية يجب أن نأخذ هذا العنصر، ولاحظوا أن في كل هذه التطبيقات أول شيء نقوم به هو البحث عن العنصر الواجب أخذه سواء كان سطحي أو طولي. إذن هنا العنصر هو الديال، ويحمل الشحنة بالطبع DQ، ها هو أرسمه. إذن هو دائما ما دام الشحنة موجبة إذن هو مغادر للشحنة، إذا كانت الشحنة هنا في الديال إذن هو مغادر. دي او يساوي ناقص، لماذا هذا الناقص؟ لأن دي او
معاكس لحقل لشعاع الواحدة يو ار، ولهذا هنا عندي ناقص. إذا دي يساوي ناقص 1 على 4 إبسيلون صفر، لا تغير في ذلك، دي كيو على المسافة بين الشحنة والنقطة التي نريد حساب الحقل الكهربائي فيها. إذا ار المسافة مربع. هنا كذلك دي كيو تساوي لامدا دي ال، والدي ال مادام هذا قوس نعرف أن طول القوس مهما كان يساوي نصف القطر للدائرة في الزاوية. هنا الزاوية لا متناهية الصغر، إذا الطول هذا لا متناهي الصغر وهو دي ال يساوي ار دي تيتا. لما نعوض دي كي بلامدا دي ال ثم دي ال بار دي تيتا أجد هذه العبارة. هنا كذلك دي او له مركبتان دي او اكس والدي او ايغراك، نفس التحليل تأكدوا منه. إذا هنا دي او اكس يساوي دي او كوسينوس تيتا والدي او ايغراك يساوي دي او سينوس تيتا، تأكدوا من هذا هندسيا. إذا او اكس يساوي ثابت، هذا كله ثابت تكامل، هنا ما عنديش عدة متغيرات، عندي تيتا فقط. إذا تكامل كوسينوس تيتا دي تيتا، و او ايغراك الثابت هذا في سينوس تيتا دي تيتا. للحصول على الحقل الكلي من هنا حتى هنا عن الشحنة، عن كل شحنة في النقطة او، يجب أن نكامل من تيتا تساوي ألفا حتى تيتا تساوي 2 بي ألفا. لاحظ معي من هذه النقطة، معناها هذه النقطة ليست صفر، لو كانت هذه النقطة على محور لزيكس لقلنا صفر، ولكن من ألفا هذا الجولة يحتسب من ألفا حتى لهذه النقطة، ولكن هذه النقطة كم تساوي؟ لما نقول لم أقم بدورة كاملة، معناه إذا قمت بدورة كاملة أنطلق من هنا، إذن 2 بي ناقص ألفا لأعود إلى هنا، ولهذا هنا وضعنا 2 بي ناقص ألفا. إذن أو إكس يساوي الثابت تكامل كوسينوس تيتا هو سينوس تيتا من ألفا إلى 2 بي ناقص ألفا. من هنا نحصل على أو إكس، هذا كله ثابت، نعوض هنا تيتا ب 2 بي ناقص ألفا، ونعوض هنا تيتا ب ألفا، إذا ناقص سينوس ألفا. غير أن حسب التحويلات المثلثية التي يجب أن تكون مدرك لها وراجعها، تكون دائما تحت يديك، إذا جيب 2 بي ناقص ألفا هو يساوي ناقص جيب ألفا. إذا نعوض هنا هذا ب ناقص جيب ألفا، يصبح عندي ناقص جيب ألفا ناقص جيب ألفا، معناه 2 جيب ألفا، ونختزل 2 مع الأربعة في النهاية إكس تساوي ناقص، لأن عندي هنا ناقص 2 سينوس ألفا، 1 على 2 بي إبسيلون صفر لامدا على آر سينوس ألفا. هذا فيما يخص أو إكس. فماذا عن أو إيكغراك؟ أو إيكغراك من هنا أعرف أن هناك تناظر، إذن تناظر المسألة التي ذكرناها في كل التطبيقات السابقة، هنا كذلك عندي تناظر، ولكن سنتحقق من ذلك. إذن أو إيكغراك تساوي هذا، تكامل سينوس تيتا هو ناقص كوسينوس تيتا، هنا كذلك نعوض تيتا ب 2 بي ناقص ألفا ثم ب ألفا، فنحصل على ناقص كوسينوس 2 بي ناقص ألفا ناقص ناقص كوسينوس ألفا. هنا كذلك تحويل المثلثي، كوسينوس 2 بي ناقص ألفا هو كوسينوس ألفا. إذن إذا عوضت هذا بكوسينوس ألفا يصبح لدي كوسينوس ألفا ناقص كوسينوس زائد كوسينوس ألفا، مادام عندي هنا الناقص والناقص، ناقص كوسينوس ألفا زائد كوسينوس ألفا يساوي الصفر، وبالتالي فإن أو إيكغراك تساوي الصفر. هذه النتيجة كانت مرتقبة بسبب تناظر المسألة كما ذكرنا في التطبيقات السابقة. في النهاية أو يساوي أو إكس، ويساوي ناقص 1 على 2 بي إبسيلون صفر لامدا على آر سينوس ألفا، أي شعاعيا ها هو أو يساوي ناقص
واحد على اثنين بي ابسيلون صفر لامدا على ار سينوس الفا يو اكس، يو اكس او اي نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معناه ان او في النهايه سيكون متجه في الاتجاه المعاكس لشعاع الواحده يو اكس او اي. والى هنا ينتهي درسنا اليوم، الى اللقاء في الدرس القادم اللي هو الدرس الرابع فيديو رقم 43، والذي نتناول فيه خطوط الحقل الكهربائي أو الطيف الكهربائي فقط مع التطبيقات. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم أوقات سعيدة، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه الدروس نالت إعجابكم. إلى اللقاء والسلام عليكم.